ينضم إلينا من الخرطوم السيد طارق عثمان المحلل السياسي. سيد طارق، لماذا يرفض المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق دولية علما أنه قبل بالوساطة الدولية؟ نعم، المجلس العسكري يرى أن القضاء السوداني أو الجهات العدلية السودانية هي مستغلة، ويمكنها أن تؤدي ما يوكل إليها من تحقيق بكل استغلالية. ولكن يعني هنالك يعني عدم ثقة من السودانيين تجاه اللجان، لجان التحقيق. سبق وأن تم تشكيل لجان للتحقيق في كثير من القضايا، ولكن نتائج هذه اللجان لم تعرض ولم حتى يتم مساءلة من ثبت تورطه في تلك القضايا. فبالتالي التجارب لم تكن مشجعة للسودانيين للاعتراف باللجان المحلية التي يتم تشكيلها داخليا. ولكن المجلس يرى بأنه الآن ومن خلال هذه اللجنة أوكل إليها مهمة التحقيق والاستعانة بمن تراه مناسبا من رجال القانون في البلاد، بل حتى ذكر أنهم عرضوا بعض الأسماء القانونية المعروفة في السودان للمشاركة والمساهمة مع النائب العام في عملية التحقيق. في المقابل نسمع أيضا قوى الحرية والتغيير تطالب بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا. برأيك هذا المطلب ألا يؤثر على شعبيتها في الشارع السوداني؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا المطلب له انعكاسات، وخاصة وإن قوى إعلان الحرية والتغيير تمثل الحراك الاحتجاجي وتمثل الشارع السوداني، وسندها الحقيقي هو داخل البلاد. لماذا تطلب ذلك؟ بالتالي نعم، قوى إعلان الحرية نعم قوى إعلان الحرية والتغيير رغم انها يعني بفضل اعتصام فقدت السند الجماهيري، الان يعني على الاقل الضاغط لتحقيق مطالبها. ولكن يعني انا شخصيا لا ارى منطقا في نقل المفاوضات الى اثيوبيا، رغم انه اثيوبيا الان هي التي تتوسط لتغريب وجهات النظر بين بين الجانبين. لماذا تطلب قوى الحريه والتغيير نقل المفاوضات الى اديس ابابا؟ نعم، هي في اعتقادي تسعى لتحييد يعني مكان التفاوض، يعني ليس أكثر من ذلك، خاصة وإنه إثيوبيا الآن هي مقر الاتحاد الإفريقي الذي هو بادر أول من بادر بالتوسط لتغريب وجهات النظر. وكذلك هي الآن يعني ممكن نقول هي منطقة محايدة. ولكن هذا القرار في اعتقادي ليس من الصواب، باعتبار أن الآن هي هو إعلان الحرية والتغيير تستند على الشارع السوداني، ويمكنها تحريكه في 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 اي لحظه، يعني يمكنها الضغط من خلال الشارع ومن خلال وجودها داخل الشارع، وعلى الاقل تغريب مكان التفاوض بالنسبه للشارع حتى يكون على اطلاع وعلى مباشره بان هنالك تفاوض يجري، بان هنالك مساعي وحراك واتصالات تجري في سبيل تحقيق مطالبه التي خرج من أجلها. شكرا جزيلا لك طارق عثمان المحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم.